سلام الله عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من ملف مناقشة الانتخابات التونسية. 3 أسابيع تقريبا تفصل التونسيين عن تشكيل المشهد السياسي للخماسي القادم بعد نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشهد قد يكون عكس تيار العائلات السياسية الكلاسيكية في تونس في الرئاسيات، وقد يكون وبالا عليها أيضا في تشكيلة البرلمان القادم انطلاقا من قراءة متأنية لما أفرزته الصناديق في الدور الأول من الرئاسيات. ويظهر أن التحدي الأكبر لتونس حاليا هو ما ستسفر عنه الانتخابات التشريعية من نتائج، لأن الأمر يتعلق مباشرة بتشكيل الحكومة، وأن أي اختلالات أو تشتت في النتائج قد ينعكس سلبا على تشكيل الحكومة. تونس تعيش إذن منعرجا سياسيا قد يقلب المشهد المعروف رأسا على عقب، وقد يمنح التشكيلات الحزبية المعروفة بطاقة عبور جزئية للمشهد الخماسي القادم، مع إجبارها جبرا على التعايش مع المستقلين الذين يتوقع أن يكون لهم رأي ووجود في البرلمان القادم. هذه الملفات مشاهدينا وغيرها نناقشها في موعدنا اليوم، ودون إطالة دعونا نتشرف ونستضيف باستضافة ضيوفنا الأكارم الذين سيكونون حاضرين معنا لمناقشة هذه الملفات. الأستاذ الأخضر الوسلاتي، الشاعر والمثقف التونسي، مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا. بارك الله فيك على هذا، وأنا أشكركم على هذه الدعوة. شكرا لك الأخضر الوسلاتي. أيضا معي فتحي تليلي مترأس قائمة الاتحاد. فتحي مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا. أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة. أيضا معي من تونس أمين عام حركة الشعب الأستاذ زهير المغزاوي. زهير المغزاوي مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا. مرحبا. الله يبارك فيك سي زهير. وسيكون معنا أيضا الدبلوماسي السابق الأستاذ أحمد ونيس في هذا الموعد. بداية الأستاذ فتحي تليلي مترأس قائمة الاتحاد، طرحنا سؤال متعلق بهذا البرلمان، هذا المشهد السياسي التونسي الذي سينجر فيما بعد عن واحد 3 أسابيع، يا أخي 3 أسابيع تقريبا رايحي لتمنح مشهد سياسي تونسي جديد ل5 سنوات قادمة. أولا المشهد السياسي الجديد هو يعتبر فشل للمنظومة اللي كانت حاكمة البلاد، لأنه الفشل هذا والمنظومة اللي خلت البلاد في الوضع هذا هي اللي تتحمل المسؤولية السياسية والمعنوية للوضع اللي يترتب فيه عنها البلاد. لما وقع انتخابات 2014 الشعب التونسي أعطى أغلبية إلى حزب معين لتوجهات سياسية ول يعني وعود لتحقيقها، العود هذه لم تنفذ، والمشهد السياسي اللي كان السياحة البرلمانية هي الأكثر مشهد، وكانت أيضا التحالفات اللي تغيرت في كل 4 أشهر والأحزاب اللي وقع تقسيمها وتقزيمها، هذا اللي جعل المشهد السياسي مشهد جدا حزين، وخلى الشعب التونسي ما عندوش أمل في الـ في الـ في الـ في, الـ في السياسي. وهكا كانت ردة الفعل متاعو، ردة الفعل في الانتخابات ردة الفعل في الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى هو يعني هو رد على هالوضع السياسي. طيب. يعني الأستاذ فتحي تليلي الشيء اللي فهمناه منه أستاذ الأخضر الوسلاتي أنه المشهد السياسي القادم بعد هذه الانتخابات الدور الثاني من الرئاسيات والتشريعيات راح يكون مختلف على ما قبله، اختلاف كبير، لأنه الأستاذ فتحي تليلي الشيء اللي فهمنا منه أنه هذا التصويت العقابي للمشهد السياسي السابق راح يتواصل. هل قراءتك في هذا السياق هل يعني فيها بعض الاختلافات؟ ليس بالبعيد في الحقيقة، هو يعني أنا من رأيي، ليس يعني رأيي ليس من بعيد عن رأي الأستاذ الأستاذ فتحي، لأنه الرئاسيات لم تكن مطروحة، كانت هنالك تشريعية، وفجأة وجدت الأحزاب نفسها أمام رئاسيات. نقطة مهمة، فهذا غير كل شيء. نعم. غير حسابات كل الأحزاب سواء الكبيرة أو الصغيرة، خاصة الحزبين الحاكمين اللي هم الأكبر
اللي هما حركة حزب النهضة وحزب نداء تونس. فهذا غير كل شيء، فأصبحت العملية الآن أنه عندما خسرت أغلب الأحزاب في الرئاسيات ووجدت نفسها خارج اللعبة، بقي مرشح الذي استطاع أن يتحصل على أكثر الأغلبية نسبية تقريبا 18 فاصل تقريبا، وكذلك المرشح الثاني الذي تحصل بطريقته الخاصة كذلك على نسبة جيدة. فهذا غير كل شيء بالضرورة، وأصبحت الرئاسيات لها تأثير مباشر. أستاذ الأخضر، نعم تفضل. قلت غير كل شيء، شفت هذاك كل شيء، ففصله لنا يعني يشرحه لنا، وش غير؟ غير بطبيعته، لأنه عندما خسرت الأحزاب الكبيرة، نعم، أو الصغيرة كلها سواء يمينية أو يسارية أو وسطية، كلها وجدت نفسها في الرئاسيات موجودة في خارج اللعبة، بقي لنا حزب رغم أنه جديد، حزب قلب تونس، استطاع من خلال الرئاسيات أن يفرض نفسه في هذه اللعبة الجديدة على التشريعيات. حتى الإحصائيات التي أعطت تقريبا أنه قلب تونس سيكون الأبرز في هذه التشريعيات، رغم طيب هذه النسبة لن تكون كبيرة ولكن على الأقل الحزب طيب الأغلب. هذه بالنسبة لقراءتنا احنا، لو يعني أستاذ فتحي وأستاذ الأخضر نخذوا صح خلفية من هذه الاستطلاعات الرأي، نخذوا منها خلفية، ولكن ليس بالضرورة يعني نذيعها على أساس أنها ستكون هي النتائج الحقيقية، لأن هذه الاستطلاعات الرأي نعرف كلها أنها أحيانا تتماهى مع رغبات، أحيانا تتماهى مع توجيهات للرأي العام للانتخاب على فئة مقابل فئة. فأنا دائما أضع هذه الأشياء تحتها سطرين من الشكوك ومن البحث. أقول أستاذ زهير المغزاوي، نرحب بك مجددا، كيف يقرأ الأستاذ زهير المغزاوي المشهد التونسي بعد هذه الانتخابات، سواء الدور الثاني للرئاسيات أو الانتخابات التشريعية، وهل يمكن مقارنة ما هو الآن كائن بما سيكون؟ شكرا لك. طبعا الانتخابات الرئاسية في دورها الأول بالنسبة لنا يعني كان حدث مهم في تونس، حدث يعني خرج التونسيون لصديق الاقتراع لمعاقبة منظومة حكمت البلاد منذ 2014، ومن نتائج حكمها أن البلاد وصلت إلى حافة الإفلاس، من نتائج حكمها أن البلاد وصلت إلى أوضاع لم تشهدها في تاريخها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي والنقل وغيرها. خرج الشعب يعني في هذه الانتخابات لمعاقبة المنظومة لأنها رغلت العملية السياسية، لأنها حادت عن كل الأهداف التي كانت مرسومة لهذه الانتخابات، لأنها كذبت حينما أطلقت وعود في انتخابات 2014 ولم تحقق منها أي شيء. وهذا بالنسبة لنا شيء مهم جدا أن الديمقراطية التونسية تسير على الطريق الصحيح. الديمقراطية التونسية رغم محاولة أغراقها بالبال السياسي الفاسد، ورغم محاولة أغراقها بالفاسدين والفساد لمحاولة توجيه الرأي العام ولمحاولة إمارة الناخب، ولكن احنا نعتقد ان الانتخابات الرئاسية في دورها الاول كانت لحظة وعي ولحظة صحوة حقيقية للتونسي، للناخب التونسي، لانه رغم كل ما حدث، رغم استعمال رئيس الحكومة الذي سقط في الانتخابات لباء الكثير ولامكانيات الدولة وما تسمينه بالاحزاب الكبيرة، استعملت كل الوسائل واستعملت كل الاموال وغيرها، ولكن في لحظة وعي التونسيون والتونسيات خرجوا الى صندوق الاقتراع لمعاقبة هذه المنظومة. يعني قبل الانتخابات لا أحد كان يعتقد بإمكانية سقوط هذه المنظومة، المنظومة نفسها كانت تعتقد أن بإمكانها أن تتدارك أمرها وأن تتدارك ضعف أدائها وأن تتدارك عدم تحقيقها لمكاسب، ربما بالمال الفاسد، ربما بالتوجيه الإعلامي، ربما باستعمال وسائل الدولة وغيرها، وتتمكن الفوز بهذه الانتخابات. إذا نحن بالنسبة لنا أهم مكسب بهذه الانتخابات هو أن الناخب التونسي ذهب طيب، وأصبح بإمكانه أن يعاقب من يعد ولا يفي بوعوده. هذا مهم. وين نعم وين نعم. وين أستاذ زهير، وين بالنسبة لك النقطة الإيجابية؟ بين قوسين، وين بالنسبة لك راه فرحان زهير المغزاوي؟ هل هو فرحان؟ يعني سامحني نكمل السؤال فقط أستاذ زهير وخذ راحتك. هل أستاذ زهير المغزاوي فرحان لأنه تعاقبت المنظومة القديمة،
ولا فرحان لأنه ما يقدرش يكون فرحان لأنه حتى هو أصلا ما عوضش المنظومة القديمة هذه، لا حركة الشعب ولا من هذا العائلة الحزبية والسياسية اللي كانت ما تمشيش في تيار المنظومة القديمة. أنت تعرف صراحة أولا بالنسبة لحركة الشعب هذه بسرعة مرشحها في هذه الانتخابات كان الأستاذ الصافي سعيد. نعم. وحصل الأستاذ الصافي سعيد على نسبة 7.1 أو 2%، هي تقريب نفس النسبة التي حصل عليها رئيس الحكومة، وإحنا جد مسؤولين بالنسبة التي حصل عليها الأستاذ الصافي سعيد والتي حصلنا عليها في هذه الانتخابات، حوالي 240 ألف ناخب تونسي صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية من خلال الأستاذ الصافي سعيد. إذا القول بأن كل المنظومة سقطت غير صحيح، والدليل أن كما ذكرت لك حصلنا على هذه النسبة العالية ووجهنا ماكينات انتخابية تملك كل المال وكل العتاد وغيره. ثانيا لماذا أنا فرحان؟ فرحان لأنه اليوم التونسي الناخب التونسي بإمكانه أن يختار بعقله، الناخب التونسي بإمكانه أن لا يقع توجيهه، الناخب التونسي بإمكانه أن يعاقب من ينتخبه ثم لا يفي بوعوده ثم لا يحقق هذه الوعود. هذا مهم جدا لأن حاولت المنظومة القديمة أن تثبت واقع داخل المشهد التونسي هو أن المنظومة تحكم مهما كانت نتائج أدائها، مهما كان ضعف أدائها، كانت المنظومة تتحدث حتى في الكواليس أنه مهما يعني حدث فهذه المنظومة بإمكانها أن تتدارك أمرها باستعمال وسائل يعني طيب. عديدة الإعلام المالوية. ولكن أستاذ زهير خليني نعطيك هذه المعلومة بلك تبني عليها أيضا جزء من تحليلاتك الآن. تدخل معنا الكثير من رؤساء القوائم وحتى من رجالات ما تسميهم أنت بالمنظومة القديمة تكلموا معنا في هذه الحصة وقال لك باللي في الحقيقة هو ما هوش انتخاب عقابي كبير كبير بزاف لأن حصلنا على الأصوات اللي كان من المفروض أن نحصلوا على أكثر منها بقليل. ثم قالوا باللي مفاجأة الرئاسيات قبل التشريعيات وتقديمها هي اللي خلتنا متذبذبين في النتائج، ولكن اليوم رايحين نبنيو دراسة جديدة ورايحين نحصلوا على نتائج جديدة. وش رأيك في هذا المقولة يعني؟ يعني هذا ربما هذه المنظومة الحاسمة يعني منذ يعني هذا أنا كنت أتحدث على المنظومة، أتحدث على التحالف يعني اللاييك الإسلامي الذي يحكم تونس منذ 2014، النهضة النداء أولا ثم النهضة يوسف الشاهب ثانيا. هذه تقدم ناخبوهم إلى الانتخابات الرئاسية ولم يتمكن لا يوسف الشاهد ولا عبد الفتاح مورو من الصعود للدور الثاني. هذا معنى الفشل. معنى الفشل أن لم تقدموا الانتخابات. نعم. كان هدفهم أن هو بلوغ الدور الثاني ولكنهم لم يبلغوا الدور الثاني. بلغ الدور الثاني يعني الأستاذ قيس سعيد وبحملة انتخابية تقريب لم يصرف فيها يعني إلا قليل من المال، ونجح واستثمر ربما الأستاذ قيس سعيد بصدقه ونضاليته ونظافة يده واستثمر في فشل هذه المنظومة طيلة السنوات الفارطة. طيب. ونجح الأستاذ يعني نبيل القروي الذي كذلك استثمر ربما في البؤس الذي خلفته هذه المنظومة وفي ضعفها وفي عدم قدرة هذه المنظومة أن تذهب إلى المواطن التونسي وتلبي له الحد الأدنى من احتياجاته الصحية و احتياجاتها الغذائية وغيرها. طيب. إذن أن تتحدث هذه المنظومة أن تخفف على نفسها وطأة الهزيمة هذا ممكن أن أفهمه لأني أنا أتابع في الحملة الانتخابية وأنا في قلب الحملة الانتخابية. هذه يعني هؤلاء يتنقلون ويحاولون القول للتونسي أنه لم يحدث شيء ولم تحدث هزيمة. نعم. ولكن الحقيقة أن منظومة الحكم منظومة سنة 2014 تقدمت الانتخابات الرئاسية وخرجت يعني وحتى عدد أصواتها كان بالنسبة ليوسف شاهد كان عدد أصوات يعني كما ذكرت تقريبا هي نفس الأصوات التي حصل عليها السيد صافي سعيد. بالنسبة للحركة ماذا حصلت على عدد أصوات أقل بكثير مما حصلت عليه في سنة 2014 وهو دليل على التراجع. طبعا التراجع النهضة وتراجع يوسف شاهد يمكن مقارنته لأن النهضة لها كتلتها داخل المجتمع ولكن هذه الكتلة تتراجع وتتآكل يوما بعد يوم. بالنسبة لحزب يوسف شاهد أعتقد أن الحزب هذا يعني تقريبا في طريقه إلى التلاشي. طيب ابقى معنا رجاء الأستاذ زهير المغزاوي سأعود إليك لقراءة تشكيلة الحكومة القادمة وإمكانية تشكيلها من برلمان يتوقع أن تكون نتائجه يعني فسيفساء كاملة. أستاذ فتحي تليلي راح المواطن التونسي للانتخابات للتشريعيات، من هو هذا المواطن التونسي اللي راح يروح للتشريعيات؟ هل هو اللي راح كان غلط وما راحش للرئاسيات ومن بعد انتبه للنتيجة لقاها ماهيش في صالحه ورايح يروح للتشريعيات باش يتمكن على الأقل من جزء
مهم من السلطة في تونس، لأن السلطة في تونس مقسومة بين الرئاسة والبرلمان والحكومة، فيقول لك على الأقل نلحق بشوية من السلطة، لا تروح للرئاسيات وزيد تروح للحكومة، نبقى ما يخفي حنين. أنا لو سمحت حبيت نقول أنه الجمهور التونسي اللي نعرفه أنا أكثر واللي عايش معه عنها يومين هو الجمهور التونسي المهاجر. وإحنا في الحملة متاعنا بكل صراحة لقينا صعوبات كثيرة للتواصل مع التوانسة المهاجرين، رغم أن الفريق متاعنا في حملة فرق في حملة نهر الاتحاد هو فريق متطوع متواجد في كل الأماكن المتواجدين فيها الجالية التونسية، لكن بطبيعة الحال ثم احنا كجالية تونسية هنا في المهجر أن ضعف ثاني اللي هو عدم تسجيل التونسيين بكثرة في القائمة الانتخابية. نذكر أنه في فرنسا الشمال ثم كان 80,000 تونسي، 80,000 تونسي من جملة تقريبا 500,000 تونسي اللي عندهم الحق يكونوا متواجدين في اللي هما أنا مسجلين، يخلي بتدر على الأقل الجمهور التونسي اللي عندنا في الهجرة ما يكونش عنده تمثيلية حقيقية للوضع الجمهور التونسي الموجود في تونس. لكن هذا ثم بعض الدلائل هو الأدلة عن الأولى هو فقد الأمل في السياسيين وحتى في التواصل مع تونس، لأنه أهم حاجة حسب رأي الأخ زهير اللي أنا نحييه ونحيي من خلاله مناظرين حركة الشعب، نقول أنه هو فقدان الأمل، وفقدان الأمل في تونس وفي السياسيين مع عالم بتاع تونس هو ينجم يكون عنده نتائج جدا سيئة فيما يخص نسبة المشاركة حتى في الوضع السياسي بشكل عام. والحاجة الثانية هو ترتب عليه ربما عدم وثيقة بالدولة، يعني الفكرة أنه الدولة التونسية الدولة اللي هي متواصلة من قديم الزمان أنه ما عادش عندنا المواطن التونسي في المهجر ما عادش ثيقه مؤسسات الدولة، هذا يعطينا دلالات سيئة. وعدم أيضا فقدان كما قلت ما نقبله فقدان الأمل حتى في العملية الديمقراطية وفي العملية الانتخابية. حسب رأيي أنا كمناظرين متاع الجمعيات أو المجتمع المدني أو حتى مستقلين يلزم ما نضيعوش على أنفسنا أنه اللي يجمعنا هي تونس، ونزم في كل الحالات مهما تكون الحالات سيئة الوضع السياسي يكون سيئة والنتائج الانتخابية ما تكون سيئة، يلزم حماية مؤسسات الدولة ويلزم حماية الأمل لدى المواطن التونسي أنه ربما ورغم أنه الوضع السياسي صعيب أنه غدوة تونس تكون أفضل بفضل الديمقراطية التونسية. طيب أستاذ فتحي التليلي أعود إليك لأني أنا أتفهم يعني والمشاهد اللي الآن راه يشوف فيك يتفهم حديثك العميق بخصوص الجالية التونسية في الخارج وخصوصا في فرنسا، ولكن خلينا نسقط هذا الشيء أستاذ الأخضر على مستوى المواطن التونسي في تونس. ربما في الجالية كاين عوامل إضافية للابتعاد عن التسجيل لفقد الأمل في التغيير عن طريق السياسة، ولكن المواطن في تونس ربما يبدو لي من خلال قراءة الضيوف ومن أنها الحل الوحيد للتغيير والغربلة في الساحة السياسية وثم بعدها في الاقتصادية والاجتماعية هي الانتخابات. لا بالضرورة الانتخابات سيكون لها دور كبير. أنا أعتبر أنه الانتخابات ستكون التشريعية ستكون نسبتها أكثر من الرئاسية. لماذا؟ نعم. أولا لأنه هنالك أحزاب عديدة يعني خسرت يعني ضربت هزمت بين قوسين في الرئاسية، ستعمل جاهدا أو بدأت تعمل جاهدا منذ الرئاسيات إلى لحظة الانتخابات على أنها ستتواصل مع الشعب، هذه لا بد منها. وأنا حسب ما رأيت يعني عبر الفيسبوك وهذه التواصل الاجتماعي نعم. أنه مثلا نأخذ الحركات الكبرى الأحزاب الكبرى مثل حزب النهضة مثلا، يعني عندما ترى يعني حاول أن يقوم بعملية كبيرة في نشر حتى قيادته خرجت
التي لم تخرج من قبل خرجت للشارع وتواصلت بالناس. رأيتم كذلك يعني النتائج، حبيت تقول النتائج نتاع الرئاسيات أرعبت المنظومة، أرعبت وفهمتها حجمها الحقيقي يعني في الشارع، هي عبارة على حقنة. لو سمحت أنا أحب نقول أنه الوضع في تونس وضع متأزم أنا جدا، لأنه الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي صعيب على المواطن التونسي. حاب نذكر انه فقط يعني نتذكر باش نعطوا شنو صوره الوضع في تونس، انه التوم تاع الشوماج عندنا في تونس الدوله تقول انه عندنا 15.5%، لكنه حقيقه اكثر من هذا. لكن نشوفوا مثلا كيش تعيسوا الجهات، مثلا جهه كما جهه المستير التو دو شوماج فيها 6%، لكن نشوفوا منطقه كما منطقه مدنين التو دو شوماج 60%. سامحني يعني هالوضع اللي حكى عليه الاخ زهير، الوضع الاقتصادي اللي 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 متعب التونسي، اللي متعب التونسي هو ما عادش عنده يعني يخليه. انا مش معاك نقول انه باش تعطيه باش تديه الانتخابات، هو الوضع هذا باش ما ينجم يولي التونسي ما يمشيش الانتخابات وما عندوش ثقه في لا لا، ولكن هذه عوامل اللي ادرس. سامحني رجاء النقاط اللي مديتها نقاط صحيح، وخونا الاخضر الوسلاتي راهو من الكاف. يعني لو كان انت تقول له نسبه الشوماج في مستير 6% في الكاف راهي وقيله 200%. حبيت نقول لك باللي هذا العوامل اللي راك تدرسها انت كعوامل غير مشجعه للتوجه للصندوق، هو بالك واخرين الكثير من المشاهدين تاعنا يشوفوا باللي راهي عوامل تقدر تكون مشجعه ومحفزه لتغيير المنظومه. خليه يواصل. واصل. هذه ستستغلها الاحزاب وخاصه قلب تونس. قلب تونس استغل، بدأ في استغلال هذه الأماكن التي تحكي عنها أنت في الفقر وكذا. فترى مثلا زوجة نبيل القروي الآن تدور على الأماكن الفقيرة، ما أظن أنك رأيتها بعينك، وتجلس معهم وتشرب معهم الشاي وتسأل عن أخبارهم، وأنها جاءت لتخرجهم من هذه المأزق التي تحكي فيها أنت. يعني تصور هذا، فالناس هذيك الكل ستنخب سواء قلب تونس ولا للنهضة ولا نسيت أن أتشرف بالأستاذ زهير، نسينا أن نمد له نتشرف به، لأنه هذه لأنه دار معنا تدخل الأستاذ زهير ومن بعد كان عنده اجتماع في الخامسة تمام أنه راح يبدو لي منضبط الأستاذ زهير. فهذه العوامل ستدفع الناخب إلى أن يذهب، سواء منهم الزوالي والفقير اللي هو أغلبه سيذهبون إلى قلب تونس، وأنا متأكد من هذا لأنه هو لعب لعب القروي واستطاع أن عرف من أين تؤكل الكتف، لأنه المنظومة كما قلت أنت وقال أخونا زهير أنها فشلت، لم تعرف كيف تتعامل مع الشعب، نسيت الشعب، ركزت على السياسة وعلى كيف تأخذ مناصبها وكذا وكذا، ونسيت الشعب. فاستغل القروة هذه الفرصة منذ 3 سنوات أو أكثر هو يعمل على هذا، فهو عرف من أين تؤكل الكتف. قيس سعيد له دور كبير كذلك. قيس سعيد يعتبر المثقف الأستاذ الجامعي القانوني الذي لم يدخل لا بمال ولا بجاه ولا تلفزيون ولا بشيء، وجد من معه شباب مثقف استطاع أن يحركه وبذلك وأن يدغدغ فيه تلك المشاعر الثورية بين قوسين، وبذلك يستطيع أن الشباب الذي يعمل لقيس سعيد سيعمل كذلك للانتخابات، لأنه هو ولكن أكثر الذين سيكذلك سيكون لهم دور كبير في فسيفساء البرلمان هم المستقلين أمثالك. هذا مهم جدا، خلاص لأن خلينا الناس فقدت كما قلت الثقة في الأحزاب، سيذهبون للمستقلين. تفضل. قراءة معقولة يبدو لي أستاذ فتحي، لأنه قالك منظومة الحزبية بكل تكويناتها سواء ما تطلق على نفسها بالعائلة الوسطية وحتى ذلك الخطاب للأسرة اللي تقول احنا قوى الثورة، كلهم خطابهم ما يقدرش كما قلت انت مع الظروف هذيك الاجتماعية والاقتصادية اللي مديتها ما يقدرش يحفز ناس كثيرين على الانتخاب. ولكن اليوم رانا امام مأزق سياسي مثل ما قلت انت ومثل ما يتوقع الكثير من المتابعين التونسيين، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل حكومه قادمه.
عندنا زوج مترشحين للرئاسيات في الدور الثاني 50-50%، واحد منهم راح يكون رئيس وفريناه فرت في تونس انتهى، يعني الآن راهو عندها رئيس تونس بشكل أو بآخر، ولكن هذا البرلمان اللي والرئيس اللي ما يقدرش يسير دولة بلا حكومة، بالإضافة إلى أنه يعني النظام في تونس ما هوش رئاسي بحت، فهناك صلاحيات محدودة بالنسبة للرئيس يكملها البرلمان والحكومة. اليوم أمام مأزق تشكيل الحكومة، كيفاش يقرأ فتحي هذا الوضع؟ الرئيس مجبر على إعطاء منصب الرئيس رئيس الحكومة للكتلة اللي تحصل أكثر عدد من النواب، هذا حسب الدستور، يعني الكتلة اللي عدد أكثر من النواب هي باش تعطي مفاوضات من أجل بناء من أجل تشكيل الحكومة. طيب ولا مفاوضات ولا والو، راهو كاين حزب رايح يربح بخمسين زايد واحد في المئة، أبدا ما ثمش مكانش، يعني مكانش حزب مكانش على أبدا 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 مستحيل ولا صعب، هذه قمتها سمحني بعد. طيب لا 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 أنا عجبتني الإجابة نتاعكم وأنا متأكد بأنها كانت هذه تكون الإجابة نتاعكم، خلي نقروها علاش تفضل أستاذ فتحي، لكن في حسب رأيي في تونس يبقى كمان يبقى الشعب التونسي ويبقى مؤسسات الدولة التونسية هي مؤسسات تصمد إلى حد الآن، والمجتمع المدني أيضا المجتمع المدني يصمد عنها إلى حد الآن، وعنا في المجتمع المدني عنا قوة كبيرة، هي المجتمع هو الوضع النقابي، الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الاتحاد العام التونسي للشغل كان هو حامي البلاد في الفترات الصعيبة، الاتحاد العام التونسي للشغل كان حامي البلاد في الفترات التاريخية متاع تونس من فترة الاستعمار إلى الفترة، نذكر أنه متحصر على جائزة نوبل للسلام من خلال نجاحه في انتقال تونس الديمقراطي الراقي في سنة 2013، وخلت الترويكا تتخلى عن الحكم من أجل الاستعداد للانتخابات 2014. والفرق ما بين 2014 وعنها والآن أنه 2014 الوزير اللي كان الوزير الأول أو رئيس الحكومة الأول اتعهد أنه ما يشاركش في الانتخابات، وصارت الانتخابات بشكل جيد. السنة هذه 2013 الشاهد رئيس الحكومة بقى شاد في منصب الوزارة وفي المناصب، ومن أجل أنه شاد في المناصب قسم الأحزاب السياسية، قسم حزب الندى وقسم أفاق وقسم كل الحيث السياسي اللي كان داير حوله من أجل هدف واحد، هو أنه هو يبقى شاد الكرسي وأنه هو يفوز في الانتخابات الرئاسية. وين التأثير نتاع هذا هي لكن هذا الوضع السياسي، هذا الوضع السياسي اللي كان مختلف على 2014. حبيت نقول لك علاش 2014 غير الوضع السياسي 2019. في الفترة هذه بعد الانتخابات، وهنا نرجع للسؤال نتاع بعد الانتخابات، حسب رأيي باش تتشكل حكومة نتمنىها ان تكون حكومة واحدة وطنية، مثلا تكون حكومة واحدة عنها واحدة وطنية، ويكون أنه كما الاتحاد العام التونسي للشغل صمام الأمان في تونس أنه يلعب الدور اللي دائما كان يلعب فيه، أنه من أجل ينجم كل الأحزاب السياسية تكون موجودة في طاولة، والمستقلين وكل القوى الاجتماعية المؤثرة في تونس. طيب. من أجل حكومة وحدة وطنية وحكومة إنقاذ وطني، أن الوضع السياسي ووضع اجتماعي ووضع اقتصادي في تونس خطير، لأنه ما وصلناش للحديث، يعني الكثيرين ربما يخالفوك الكثيرين يخالفوك في ربما تصور حكومة إنقاذ وطني، علاش حسب لا الكثيرين ربما يخالفوا، علاش؟ لأنه هذا يعني هي قراءة انطلاقا من هذا الواقع، قراءة يقدر يقول المتابعين بلي سوداوية شوية، ولكن انت جبتنا فيها ثاني نقطة نتاع أمل اللي هي فيه إمكانية تشكيل حكومة. آخرون يقولك بلي راهي صعبة جدا، وراهي هذا التشتت اللي راح يكون في البرلمان راح يجعل من تشكيل حكومة ديجا خطوة
عسير. صحيح. كيفاش تقرا الموضوع؟ اذا انا مع احترامي للاستاذ فتحي، هو ينظر الى ما يجب ان يكون، هذا جميل، هذا نوع من الامل، ولكن امل ضعيف جدا بكل صراحه. انت حتى العائله الوسطيه المتقاربه كل واحد يدعو لنفسه، الشاهد يدعو لنفسه، الزبيدي يدعو لنفسه، الاخرى نتاع الدستور دستور هنا واش اسمها، ترشحت للرئاسه سلمى، لا ترشحت للرئاسه وجابت هي. يعني لا اله الا الله، مش سلمى اللومي، لا جابت نسبه جيده تسمى هي زوجة عبير موسي. عبير موسي، يعطيك الصحة. عبير موسي شاهدتها بعيني وسمعتها تدعو أن الوسطيين يرشحون قائماتها. هذه المشكلة، هذه الوسطية. النهضة كحزب كبير وله قواعده، هنالك قواعد بدأت يعني خاصة الغاضبين، هذا طبيعي، هذا طبيعي. هنالك يعني ما واش راح ياثر هذا، واش راح ياثر هذا في النتائج؟ هذا ياثر كثيرا في النتائج، لانه يعني ستصبح فسيفساء داخل البرلمان. سياخذ كل ما هم يعني فقراء ومستضعفين، ياخذ قلب تونس، بلك ما يكون ستاخذ القواعد المقربه لها التي هي الصلبه موجوده فيها دائما، لن تتحرك. قد يكون تقريبا العدد بالنسبة للنهضة، يعني لما أنت تكلمت على تونس، على قلب تونس، تكلمت على النهضة، يعني تقريبا احنا عندنا 217 نائب، راح يكونوا 217 نائب تقريبا. هو الانتخابات، هو القانون الانتخابي لا يسمح بأنك تستطيع أن تفوز فوق 50%، مستحيل. النهضة في قمتها في 2011 ولم تستطع، ووصلت 42 مقعد تقريبا، لو سمحت 42% تقريبا، فهمت؟ هذه في قمتها، ثم بعد ذلك نزلت كما قال الأستاذ فتحي. فالحكاية في النهاية أنه سنجد أنفسنا في مأزق. أنت تتكلم عن الحكومة في حد ذاتها تشكيلها سيصبح صعب جدا، بلك ما يصبح صعب جدا، حتى لا يبقى الأستاذ فتحي في أمل كذا. لا هو أستاذ فتحي يشوف ثاني من جانب واحد آخر، يشوف باللي معظم اللي راهم مفككين الآن وتحت تأثير النتائج وتحت تأثير الحسابات المصلحية رايحين يتألفوا ويتحالفوا ويكونوا مجموعات اللي تمد وزراء ما هيش حاجة سهلة، اللي ما تخليهمش يعني على قد ربما المصلحة السياسية والمنفعية والاقتصادية تكون التحالفات. لا صحيح، أنا أشوف الفترة الانتخابية راح تنتهي، يعني بعد نهار الخميس صمت انتخابي، انا اسابيع راح ينتهي الانتخابات التشريعيه وعناها والرئاسيه، لكن تونس باش تبقى تونس، والشعب التونسي باش يبقى شعب تونسي، بمشاكله الاجتماعيه، بمشاكله الاقتصاديه، بمشاكل يعني حسب رايي، ورجالات تونس ومؤسسات تونس مش تخلي الامور تنتهي الى الفوضى. يعني حسب رأيي باش نلقوا يلزم كل القوى الوطنية الديمقراطية ربما اللي مشات في التوجه متاع 2011 انه تقعد في طاولة وانهم يتفاوضوا وانهم يلقوا الحلول لخريج تونس من الأجمع، لانه احنا بلادنا دولة صغيرة 12 مليون ساكن، يعني ما عندناش القدرات الاقتصادية الكبيرة، ما عندناش شعبنا التونس يجب يخدم المواطن التونسي على كل يوم، على قوة عائلته، على قوة أولاده، للصحة، للسكن، على الأكل. يجب الناس المسؤولة في تونس تتواجد وتلقى حل. أنا بطبيعة الحال أنه حسب استطلاعات الرأي يقولوا أيوة. أنه حزب قلب تونس باش يكون الحزب الأول بين قوسين، دائما حزب النهضة باش يكون الحزب الثاني، هذا حزب يعني لكن هي أني سبق يعني بين قوسين، وفي الغالب تقدر تعتبرها كما يعتبرها الكثير من المتابعين، مش احنا يقول لك هذه توجيهية للتأثير على الرأي. صحيح موافق معك، أنا موافق. ثاني تقول لي عندي، تقدر تقول لي عندي صبر آراء وجديد، أنا ما عنديش. ويقول لا صبر آراء وجديد، ويقول الاتحاد راه هو الثاني.
لا لا انا ما عندي صبره، انا اولا قائمه مستقله في 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 فرنسا واحد وما عندناش الامكانيات. لا لا قال صبره اراء الاتحاد هو الثاني في على حسب القوائم المترشحه في لا في الخارج. لا حبيت نقول لك يعني الامكانيه اللي رانا قوتنا في التواصل مع مع جمهورنا ومع شعبنا في الهجره. هذا لحظه نقول انه حزب النهضه حزب كمان يعرف يتكتك عنها سياسيا، انه حزب النهضه تلقاه ديما يوقف على ساقه بعد في اي ازمه. وحسب رايي رغم لو سيرونشير اكتويل نتاع حزب النهضه وكل واحد يزيد في الماء واحد يزيد في الدقيق، انه في الـ في الـ في الـ في الاخير يرجعوا للصواب، وفي الاخير باش لمستقبلهم هم السياسي وحتى مستقبل خلينا نتكلموا مع الأستاذ الأخضر الوسلاتي في مسألة مهمة. ربما في داخل التفاصيل دائما هناك تفاصيل مهمة وقابلة لتغيير تحت السطور. نعم قابلة للتغيير. اليوم رانا نتكلموا على طبقة سياسية متجانسة، هي في الحقيقة ما هيش متجانسة، هناك حزبية والحزبية هذه متفرقة أيضا. العائلة تنطق بثورية، عائلة تقول باللي المنظومة القديمة، وعائلة تقول وسطية، ونروح ونزيدوا لهم المستقلين. المستقلين ثاني ما همش متجانسين، هناك مستقلين عندهم القدرة على دفع المواطنين للتوجه نحو الانتخاب، على عندهم القدرة على التجنيد، وهناك مستقلين يعني ما عندهمش قدرة على التجنيد. وين رايح هذه التفاصيل تؤثر على التفاصيل داخل البرلمان؟ لأنه حتى البرلمان ربما سمحني أستاذ السؤال ثم مستقلين تابعين أحزاب سياسية، ثم مستقلين يخدموا في أجندات أحزاب سياسية يعني ضرور. تفضل وين رايح يكون هذا هذا الفسيفساء اللي برا كيف يمكن أن تنعكس داخل البرلمان بعد 3 أسابيع؟ تحكي عندما بعد الانتخابات بعد الانتخابات ماذا سيقع تقريبا يعني تقريبا تصوري أكيد. تصوري أكيد. أنه هنالك كما قلت لكم الآن أنه هنالك حزبان قويان شئنا أم أبينا، القروي الذي استطاع أن يفرض نفسه في فترة وجيزة نقول أفضل حزب قلب تونس، والنهضة باعتبار أنها دائما يعني عندها قاعدة شعبية. عندها شعبيتها ولها قواعدها. مش لما نقول فهنا المعركة ستكون الحزبية. أنا قلب تونس والنهضة وزيد تحية تونس ونداء تونس. لا لا باش ما نسموش لا باش ما نسموش يعني المسؤولين على هؤلاء الأحزاب. تاكي تقول لي قلب تونس القروي، أنا يعني نقول لك زيد تقول لي النهضة الغنوشي، زيد تقول لي تحية تونس الشاهد، زيد فنسموا التشكيلة الحزبية فقط يعني مش إذن يعني قلب تونس سيكون له نصيب بين قوسين نصيب الأسد، يبقى أنه بينه وبين النهضة معركة بينه وبين النهضة. البقية يعني فسيفساء من الأحزاب الأخرى الصغيرة، ولكن كما قلت وأعيدها أن المستقلين سيكون لهم دور كبير في البرلمان، وهذه المشكلة لأن المستقلين لا يستطيعون تشكيل حكومة إن كانت هذه المشكلة هنا. فسواء أنه قلب تونس في صورة ما استطاع أن يأخذ الأغلبية ولو كانت القليلة، المهم أكثر حزب لديه، فسيحاول تكون الحكومة. وهنا أعطيني ماذا تريد؟ خلينا نقول لك أستاذ لخص، يظهر لي أنتارك متأثر ياسر بالإعلام وتقرأ ياسر جرانين وتشوف ياسر تلفزيونات على بها راك تعاود في قلب تونس قلب تونس قلب تونس. هذا وش راه ربما مشاهد، مش أنا راه مشاهد من المشاهدين راه يقول في الكلام هذا اللي رنقول لك عليه. ننقل لك في أسئلة الكثير من المشاهدين ماذا يقول هذا؟ يقول هذا يقول لك يا سي الأخضر راك يبدو لي راك متأثر بفعل الإعلام كثيرا، لأنه هذا قلب تونس ما يظهر ليش رايح يكون في نتائج كبيرة على مستوى ولا النهضة أيضا على مستوى البرلمان. هذا غير صحيح بالمنطق، نحن نتكلم بالمنطق يعني لا أتكلم لا بالإعلام، أنا أتكلم بموضوعية لا ما يقوله الإعلام ولا ما يقوله غيره. أنا قلت بالمنطق أن قلب تونس في الرئاسيات استطاع أن يضمن نفسه للدور الثاني، يعني داكور سيغ سا هذا أنت معي وأنت معي يا أستاذ. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النهضة في المرتبة الثالثة، قيس سعيد ليس له حزب، قيس سعيد جاء من خلف الستار من حيث لا ندري، فرض نفسه الشباب المثقف الذي آمن بالثورية وكذا وكذا،
في الشباب مختلف، في شباب مختلف، فئات الشباب. عندما نتكلم على قلب تونس نتكلم على المستضعفين، معي انت ام لا استاذي؟ عندما نتكلم على قلب تونس نتكلم، ما نقدرش نقولوا، ما نقدرش نقولوا الشمال الغربي، شوف القصر، من نخب قلب تونس في الرئاسيات؟ يعني في كل من نخب، من نخب لهم نسبة كبيرة من الأميين تذهب إلى النسب، نسبة كبيرة من الأميين الفقراء التي نخب، من نخب القيس سعيد، نسبة كبيرة من الشباب المثقف، واللي أدار الحملة متاع قيس سعيد نسبة كبيرة من الشباب المثقف. إذن هذه واضحة، النهضة بقت لها قواعد وهي التي رشحتها ل 12.9% تقريبا في الرئاسيات. هذه حقيقة، لا أقول حقيقة، هذا منطق، منطق علمي، منطق 1 plus 1 تقال 2، هذا لا يمكن أن نهرب منه. أضفت المستقلين، لماذا أضفت المستقلين؟ لأنه كما قال هنالك شريحة لم تعد لها ثقة في الأحزاب، سواء قلب تونس ولا تحية تونس وإلا غيره، لم يبقى لها إلا المستقلين، سواء لعبوا دور في انضمام الأحزاب، هذه حاجة أخرى لا نستطيع أن نعلمها. يعني الناخب التونسي مش أي ناخب تونسي سيقول سمع. هذا تابع حزب مستقل، مستقل الاتحاد أمامي مستقل، أنا سأذهب طيب عوض عن أنخب للنهضة أو لغيره أنخب للمستقل. أستاذ الآن كاين يعني يلتحق بنا من تونس دياب بن عثمان، هذا الناشط السياسي راح يكون معنا. مرحبا بك أستاذ بن عثمان وشكرا على تلبية دعوتنا. مرحبا بكم، شكرا جزيلا، مرحبا بكافة السيدات مشاهدات والسادة المشاهدين. مرحبا بك أستاذ، شكرا على التحاقك بنا. كنا نتحدث عن نتائج الانتخابات التشريعية سي بن عثمان، نقوم بقراءة تتعلق بمستقبل المشهد السياسي في تونس بعد هذين الانتخابين اللي هما الدور الثاني من الرئاسيات والتشريعيات، وماذا ستسفر عنه الانتخابات التشريعية، وهل سيكون ذلك يعني له تأثير على تشكيل الحكومة اللي ربما تجد صعوبة في أن تشكل إذا ما كان البرلمان فسيفساء من النتائج؟ كيف يقرأ الأستاذ بن عثمان هذا الأمر؟ شكرا جزيلا، أولا أريد أن أشكركم على توفير مثل هذه الفرصة لنا، بالنسبة لي كمؤسس في تحالف تونس أخرى وكناشط سياسي، حتى أبلغ رأينا في عبر شاشتكم المحترمة. بالنسبة لنا كنت سمعت منذ قليل الأخ كان يقول بأن قيس سعيد من خلف خرج من خلف الستار من حيث لا تدري. لا مش صحيح، الأستاذ قيس سعيد إنسان يعني معروف، إنسان كفء، إنسان يدرس القانون الدستوري مدة عشرات السنين، يعني درس في الجامعة، في الجامعات، مش في الجامعة ولكن في الجامعات التونسية مادة القانون الدستوري، وكان من أفضل الأساتذة بل أروعهم على الإطلاق، وكنت شخصيا درست عنده، وكان مدرجه لا يكاد يعني يفرغ من الطلبة، كان ممتلئ بالكامل مدرجه، وكان إنسان يعني يحسن تفسير مادة القانون الدستوري، يعني إنسان اللي تحكي معه هذا إنسان يعني يدرس مادة القانون الدستوري، يدرس الدستور، هذا الدستور الذي اليوم يريدون تأويله هذا الشخص يدرسه. من ناحية أخرى، كنا احنا في تحالف تونس اخرى. طيب استاذ، طيب استاذ بن عثمان، للتوضيح فقط باش تواصل، خونا الاخضر خونا الاخضر الوسلاتي ربما في التشبيه ما اتفقتش معاه في المعنى برك، قال جاءنا من حيث لا ندري، يعني لم ياتي به حزب ولم تاتي به كتله سياسيه ولم تاتي به كتله ايه فقط طيب طيب لا هذا لا انتقاصا يا استاذ بن عثمان، سامحني يا استاذ، سامحني، هذا لا هو فقط توضيح فقط، لا 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 انتقاص من الاستاذ قيس السعيد ولا اضافه له، ولكن حاب نفسره للراي العام. نعم ربي يبارك فيك، هذا توضيح للراي العام. واصل يا استاذ بن عثمان في مساله التصور. اتت به الاراده الشعبيه. نعم اتت به الاراده الشعبيه. اليوم الشعب في اغلبه، الشعب في معظمه اصبح يثق يعني بصفه عامه في المستقلين. هنالك ازمه ثقه اصبحت موجوده بين الشعب وبين الاحزاب بصفه عامه. نعم. اليوم نتيجه يعني ما بعد الثوره الاحزاب حكمت تونس ما يقارب او ما يفوق 9 سنوات، ما يناهز 10 سنوات.
ماذا حصل اليوم بعد الثورة؟ النظام القديم عاد الذي خرج من الباب عاد من الشباك. هنالك توافقات أصبحت تحصل بين تفضل يا أستاذ تفضل، رحنا في الاستماع. هنالك توافقات أصبحت تحصل بين النظام البائد وبين من قاموا بتعذيبهم وسجنهم عشرات السنين من قبل أن يذهب النظام البائد. اليوم بالنسبة لنا في تونس عندما نلاحظ أن هنالك بعض الأشخاص أو بعض الشخصيات السياسية التي استغلت أعمالا خيرية مدة سنوات وكان الهدف من ورائه أن تصل اليوم معنا إلى الحكم أو أن تحصل على كتلة وزنة في مجلس النواب أو أن تصل إلى رئاسة الجمهورية. بالنسبة لنا هذه الطريقة يعني نعتبرها إحنا الحقيقة نعم نعتبرها غير أخلاقية في جلب الأصوات. يعني مش معقول الحقيقة متاع ربي اليوم إحنا في تونس نجيو نعملوا على طبقة غير مثقفة على الناس معناها مش قاية الحقيقة متاع ربي. لا لا سامحني يا أستاذ سامحني يا أستاذ ضياء بن عثمان سامحني، هذو مواطنين تونسيين يمنحلهم الحق القانون التونسي والدستور التونسي للانتخاب، وهما أصواتهم تصنع المستقبل السياسي لتونس. ما تسميه أنت أخلاقيا لا تعترف به السياسة، يبدو لي السياسة لا تعترف بما يسمى وممارسة الانتخاب وتوجيه الناس للصناديق، لا يعترف بما يسميه الكثير من المتابعين عمل أخلاقي. هم يقولون أنه عمل سياسي الثقة في الأحزاب. نعم علاش تقول ظاهرة أنت قيس سعيد ظاهرة قيس سعيد كذلك نبيل القرن يعتبر ظاهرة. طيب جميل جميل، هذا الكلام مقبول تفضل. نعم كذلك يعتبر ظاهرة في تونس، وفي تونس اليوم لدينا ظاهرة قيس سعيد وظاهرة كذلك اسمه نبيل القروي. إيش معناها هذا؟ معناها أنه المواطنين بصفة عامة والإرادة الشعبية بعدت نوعا ما عن الأحزاب المعروفة، عن الأحزاب اللي اعتزلتها مدة معينة، وأصبحت تريد أشياء خارج المنظومة، خارج المنظومة التي اعتادتها. هذا هو المشهد الموجود حاليا في تونس. طيب يبقى معنا الأستاذ محمد ضياء بن عثمان رجاء لنتحدث في هذا الموضوع، وسأعود إليك لقراءة تصورك نحو تركيبة الحكومة القادمة من خلال النتائج البرلمانية، لأنه نتائج التشريعيات هي التي وحدها التي نقرأ بها تشكيل الحكومة القادمة. أستاذ تعليق بسيط، أنه لما يتكلم على الوضع الانتخابي والقوائم الحزبية اللي تستعمل لإعانة الإنسانية، أنه كان عندنا مشروع قانون في رئاسة لدى مجلس الشعب، والحكومة ما خلتش أنه يمر بشكل طبيعي اللي كان بيضبط ضوابط شكون يشارك وشكون اللي مشاركش. الحكومة استعملت القانون هذا، حكومة الشاهد استعملت القانون هذا كضغط سياسي على القروي وعلى تلفاز عنها ما نسمع، من أجل تغيير الوضع السياسي. طيب يعني هناك مشروع قانون لإمضائه من قبل الرئيس المرحوم لكن هذاك مشروع القانون كان مرفوض، وعنده الحق الرئيس السبسي الله يرحمه اللي ما حبش يوقع عليه. طيب لأنه ما نعملوش قوانين اللعبة شهرين ثلاثة قبل الانتخابات، كان يلزم نتعمل القانون سنة أو سنتين قبل الانتخابات. بما أنه هذا القانون لم يمضى فلا يمكن الحديث عنه إطلاقا، كأن شيئا لم يكن، نقولها فقط كتعليق سياسي. يعني قال كان في واحد عنده جده مات في هذا السياق، قال كان رايح يمضى قانون. ما دام ما كانش هذا القانون الآن، يحق لهؤلاء التونسيين التوجه للصناديق بكل ما يرونه صالحا يدفعهم للتوجه للصناديق. أنا ما رحتش للصندوق يقول لك هذا التونسي المحترم الرائع المتفهم القارئ لمستقبل وماضي تونس، يقول لك أنا فعلا أستطيع أن أستفيد ماديا من شيء ما، ولكنني توجهت للصندوق بناء على قناعتي بأن هذه الطريقة الوحيدة التي تنقذ تونس المستقبل وتمنحني فرصة للعيش في تونس المستقبل. أنا نختم أنا الفرصة لو أهل وسمحت باش عنا الذاكرة التونسية اللي رحموا على رئيسنا المرحوم الباجي قايد السبسي، أنه كان رئيس عظيم وأنقذ تونس في عدة مراحل، وخاصة في المرحلة عن الأخيرة واللي ما وقعش القانون اللي عنها الانتخابي، اللي لأنه كان رجل ديمقراطي وكان ما يحبش التغييرات متاع القوانين شهر أو شهرين
قبل الانتخابات. ولهذا نحب الرحم على الباشا رحمه الله واسكنه فسيح جنان. اعود اليك الاستاذ الاخضر الاسلاتي، اليوم اعطينا تركيبه تقدر تمنح للبرلمان يعني فسحه انه يشكل حكومه هو رايح. انت كنت تتكلم من قبيله على تركيبات حزبيه واضحه ستكون حاضره بناء على قراءتك. انت قلت راني نتكلم في الواقع، راني نتكلم في المنطق، راني نتكلم وان كان هي ماهيش علوم دقيقه. ماهيش علوم دقيقه يا اخي، علوم سياسيه لا علاقه بها. قد قادر يكون نتائج الانتخابات الرئاسيه يخرج عكسها تماما في البرلمانيه ممكن. ولكن ممكن. بناء بما انه عندنا قاعده نتركز عليها وننطلق منها في قراءتنا اللي هي الانتخابات الرئاسيه. نعم. عدت لنا أنت مجموعة من التركيبات الحزبية معها جملة من المستقلين، أعطينا تركيبة الحكومة الجديدة، يعني ربما هل من السهل تشكيلها؟ وإذا تشكلت ما هو الفارق الرئيسي فيها؟ الفارق الرئيسي فيها مثلا الحكومة السابقة أنت 2014، الحكومة السابقة كان الفارق الرئيسي فيها أنه كان النهضة مسيطر بأغلبية نسبية، مش أغلبية مطلقة، ما يسمى بأغلبية نسبية. من يستطيع ضمان تلك الأغلبية النسبية مستقبلا؟ كلها افتراضات. هي أكيد إذن افتراضات، هي المشكلة أنه كلها مربوطة ببعضها. يعني لو تكلمنا على التشريعيات هنالك كذلك رئاسيات الثنائية، رئاسية الثنائية، وذلك لها دور. صحيح أن الرئيس في القانون رئيس الدولة نوعا ما لا أقول شرفي، ولكن له نسبة معينة من الصلاحيات يعني أغلبها للبرلمان والحكومة. أيه. رئيس الحكومة له دور، هو البرلمان هو الذي يعطي يوفق في رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة هو الذي سيمارس صلاحياته بالنسبة للوزراء. تبقى هنا تصبح تدخل فيها المصالح، هنا تدخل فيها المصالح. رأينا مثلا من 2011 إلى 2019 الآن أنه مثلا الفترة الأولى اللي للترويكا لعبت مصالح. الترويكا النهضة وجدت نفسها لا تستطيع أن تحكم بمفردها، ولن تستطيع إلى حد هذه اللحظة لأن هنالك يعني خلفيات وكذا كذا، فاتفقت مع من هو مغاير لها أصلا في التفكير اللي هي التكتل، وتقريبا ما كان يسمى بال لا 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 احكي في 2011 13 فقط. ثم اذا التكتل والمؤتمر المرزوقي فهمت، فقاموا بالترويكا واستطاعوا ان يديروا كما شاءوا حسب كل واحد وجزء ونصيبه، كل ونصيبه. سامحني في هذه برك اعود اليك استاذ الاخضر الاستاذ، يبدو لي على هذه اللي كان يتكلم فيها عاقبهم المناخ على هذا، لأنه أنا سمعتك من قبيل قلت لي هذاك هو الاتفاق، هذاك هو التحالف اللي دخلهم في صراع مع الحياة اليومية للمواطن وخلاه في كل من تتوفر فرصة في الصندوق يعاقبه. لأنه أنت قلت كلام صحيح، توا قلت أنه النهضة هي كانت تمثل الأغلبية، لأنه صحيح أنه ما تمثلش الأغلبية في الحكومة، لكن كانت تمثل أغلبية في البرلمان نسبية. يعني ما يسمى هي أول حزب يعني في البرلمان في مجلس الشعناء الشعب، يعني قاطرة، هذه قاطرة تقود يعني كل عربات البرلمان. حركة النهضة لا تستطيع أن تقول كما تحاول أن تقول أنها سترجع من جديد ببرنامج، هي مسؤولة على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد منذ 2011 إلى حد اليوم، وهي دائما كانت الأغلبية في مجلس الشعناء على نواب الشعب. وهذاك ولكن ما عندهاش الشجاعة السياسية أنها تقول أنا الأغلبية، هي كانت ديما تتخبى وراء البارافون بوليتيك. كان السبسي النداء والمؤتمر السابق وبعد أصبح شاهد، كانت تتخبى وراهم تحيا وأنا تحت ساعة الحقيقة. الآن ساعة الحقيقة، التحالفات السياسية نطلب من الشعب التونسي حاجة برك، أنه يعطي إمكانية للبرلمان أنه يخرج تحالفات صحيحة، يعني يخرج إمكانية أنه نعرفوا حزب يتحالف مع شكون، ويلزم الناس اللي باش يمشي ينتخب لهم يعرف مع شكون باش يتحالفوا وشنو السياسات الاقتصادية أول اجتماعية، وما يمشوش وراء الوعود الكاذبة، الوعود الشعبوية، الوعود الفوضوية.
لانه تونس شكون باش يعيش فيها؟ باش يعيش فيها الشعب التونسي، والشعب التونسي هو طيب. مسؤول على حياته. وحبيت نقول لك حاجه اخيرا، نرجع لك الشعب التونسي اشفالي عليها استاذ فتحي التليلي، باش نرجع لك لانه الاستاذ بن عثمان ضياء، محمد ضياء بن عثمان في انتظارنا ورايح يعاود يرجع للاجتماع نتاعو. فشفت سمعت النداء اللي وجهه الاستاذ فتحي التليلي الان المواطن ويقول له باللي هذا التحالفات اللي رايحة تكون راك انت اللي تحددها، في رايك فعلا هو اللي يحددها الان المواطن هذا اللي راح يكون يروح للانتخابات استاذ ضياء؟ استاذ بن عثمان. نعم استمع اليكم. نعم تفضل. شكرا جزيلا. بالنسبه لنا في اطار هذا المشهد السياسي، يعني نحب نقول لكم حاجه. اليوم عندما قامت الثوره التونسيه كان المطالب، كانت المطالب نتاع الشباب واضحه، هي شغل، حريه، كرامه وطنيه. جاءت هذه الحكومات المتعاقبه بعد الثوره، يعني في سنوات وجيزه فما تقريبا 7 حكومات مرت على تونس والشعب ينتظر. وين التنميه؟ لا توجد تنميه. وين التشغيل؟ ما فماش تشغيل. وين الصحه؟ لا توجد صحه. اين النقل وظروف النقل الجيده؟ ما فماش ظروف نقل جيده. اين كل ما يحتاجه المواطن في هذا الوطن؟ ما فماش. اين الكرامه؟ الكرامه مفقوده، لا توجد كرامه. فبطبيعه الحال الشعب يعاقبكم، الشعب يعاقب اليوم السيستم، يعاقب السيستم في تونس نسميه السيستم، يعني النظام، المنظومه، الشعب يعاقب المنظومه، هذه المنظومه التي عاقبها الشعب اليوم بحكومتها ومعارضتها. لماذا اليوم في تونس نقترض لنسدد ديوننا؟ لماذا اليوم في تونس نرتهن للخارج ومواردنا منهوبه؟ لماذا اليوم في تونس هذا الكم الهائل من المعطلين؟ والكل أتى ويعد بحل كل هذه المشاكل من الأحزاب ولم يقع، يقع حل أي من هذه المشاكل. اليوم الظروف سيئة جدا والشعب لم يعد يستطيع صبرا. هذاك علاش تلقى فما اتجاه النوعين، اتجاه النوعين لزوز قوى، لزوز معنى محاور اللي ما كانوش مقرون لهمش حساب مطلقا. اليوم فما ازمه ثقه، ازمه ثقه في الاحزاب. المشهد القادم راهو يعتمد على ما تم تحديده من قواعد اللعبه. سمحني يا اخي، اليوم النظام اللي هو موجود اليوم في الدستور يا اخي هابط جانا القمر. احنا هل اتى من القمر هذا النظام؟ هذا النظام وضعته الاحزاب، وضعته الأحزاب التي تحكم اليوم. نعم. هذه الأحزاب وضعت نظاما وكانت تعلم مسبقا أن هذا النظام أراد، يعني سيكون نظام برلماني، وأرادته أن يكون مشتتا، لكن أرادته أن يكون مشتتا لصالحها. وانقلب السحر على الساحر وأصبح اليوم، يعني قواعد اللعبة أصبحت اليوم ضد هذه المنظومة. والبرلمان القادم أستاذ محمد ضياء، البرلمان القادم رجاء في هذه بالضبط. لا ستواصل. نعطيك برك إشارة باش نعود ونرجع لذات السياق التحليلي. البرلمان القادم هذا أيضا راح يكون مشتت مثل ما يقرأ الجميع في النتائج. فهل هذا التشتت راح يخدم المنظومة الحزبية نفسها، ولا راح يكون عبارة على عقوبة لها ويسرع من انسحابها من الساحة السياسية واستبدالها بوجوه جديدة؟ نعم، بطبيعة الحال المواطنين والشعب بصفة عامة فض من الوجوه القديمة، يريد أن يرى وجوها جديدة ويعطيها فرصة. وراه حط في بالكم صعود قيس سعيد اليوم راه ساعدت عدة قوى سياسية يعني في العالم، كما في إيطاليا وكما في إسبانيا كما في السويد، يعني عدة قوى ساعدت في السابق وكانت معناها نتاج إرادة شعبية وما كانش يتوقعها، ووصلوا كذلك وحكموا معناها هذه البلدان. أنت حتى كي تشوف دونالد ترامب ما كانش يتوقعه باش يوصل، ووصل والإرادة الشعبية وصلته. يعني هذه ما كانش حكمة، هي حكر على تونس، رأي الحالة هذه مش حكر على تونس. نعم. الناس ولات تتلوج على الصادق، الجميع يعرض البرامج والبرامج تقريبا متشابهة، ولكن الناس تريد اليوم الصادق، من يحقق البرامج وليس من يعد بالبرامج. طيب محمد ضياء بن عثمان كنت معنا، شكرا جزيلا على التحاقك بنا من تونس. نمنحوك فرصة أستاذ بن عثمان مستقبلا أنك تكون معنا، والآن نمنحوك فرصة أقول أنك تروح للاجتماع تاعك. شكرا. نعود نرجع لك أستاذ، كان يتكلم في مسألة تتعلق بالفرق بين
البرلمانات المشتتة السابقة التي شكلت حكومات تكاد تكون ضعيفة ويعني وسرعان ما تزاح لتستبدل بحكومات أخرى، وهذا البرلمان أيضا اللي رانا نتكلم عليه واش أحواله؟ احنا في تونس في مرحلة انتقالية إلى حد الآن. نعم. احنا في فترة استبداد أصبحت الآن ديمقراطية وانتقالية تعبر عن طريق الاقتراع، لانه في نفس الوقت لازم نسيسوا بلادنا تونس، لازم نسيسوها. تونس مش الولايات المتحده الامريكيه تنجم تتحمل ترامب يجيها، لانه مؤسسات الامريكيه والقوه الاقتصاديه الامريكيه تنجم تتحمل واحد زي ترامب يجي مده 5 سنوات وبعد يمشي على روحه، انه امريكا باش تبقى امريكا. كما ايطاليا عندها القوه، ايطاليا مذكر انه بقات عامين او ثلاثه بدون حكومه من فترة عندها 10 سنوات، لأن المؤسسات الإيطالية والدولة الإيطالية دولة استعمارية قوية قديمة. إحنا تونس دولة اقتصاديا ضعيفة، شعبها ما عندوش إمكانيات الكبيرة. يعني يلزم الناس وقت تكلم على كيما ترامب وكيما الاستازيني تعرف زي تأخذ شوية مسؤولية أنا سياسية. مرحلة انتقالية، شعبنا يعيش في حالة فقر بطبيعة الحال. الحكومة حكومة الشاهد تتحمل مسؤولية الأساسية في 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 التدهور الوضع الاقتصادي محقق رأي استقالة منذ أشهر ومنذ سنوات. لكن في الوضع الحالي يجب نلقوا حل سياسي، يجب نلقوا تكون المسؤولية أنا سياسية. لافونتور اون افون بدون رؤية سياسية رأي اختر على شعبنا واختر على بلادنا. طيب. ووضع في العالم ووضع في المغرب، أنا في المغرب العربي. أنا مطالب مرة أخرى من التونسي، صحيح اللي كان أنا يقول فيه الأخ تتوا في التليفون، أنا من تونس، التونسة ما عندوش عندهم ثقة بالوعود. طيب. يحبوا ناس جدد، هذه مفروغ منها موافقهم من يزم ناس جدد يدوروا المشهد السياسي، لكن رفقا بتونس. هذا الكلمة أنا اللي شدتني الآن هي قريب تختم بها، اللي هي قلت لزمنا الآن نكونوا حارسين على المبدأ السياسي في تونس. طيب. نكونوا حارسين إلى أي حد يستطيع المواطن الآن أنه يكون مسؤول أمام الخيار السياسي في تونس؟ هل يعتبر المواطن الآن في هذه اللحظة هذا الناخب مسؤول مباشر على هذه الرغبة نتاع سي فتحي؟ بالتأكيد. ها؟ النخب التونسي يتحمل مسؤوليته بكل صراحة، وأنا أقولها، والشعب التونسي واعي، عنده نسبية من الوعي مقارنة بالشعوب العربية، هذا توافقونني فيه. المشكلة أنه هنالك مصالح تتضارب، يعني هنالك مصالح قد تكون هذه المصالح أدت إلى مصلحة تونس. اللي وقع ما بين النداء والنهضة مثلا هذا لمصلحة تونس، واللقاء الذي وقع بين السبسي رحمه الله والأستاذ الغنوشي هذا لصالح تونس، لا يمكن أن ننكر ذلك. فلذلك النهضة كما قلت أنت وأذكرك أنها تعرف كيف تلعب اللعبة السياسية، وستحاول أن تلعب لعبة سياسية لصالح تونس، وأنا متأكد من هذا، سواء وإن تحالفت مع قلب تونس، وقد تتحالف كما تحالفت مع النداء. العلاقة مثلا في بين النداء ماذا يمثل في القديم؟ النداء هو جزء من المنظومة القديمة قبل الثورة، يعني أغلبه لا أقول، ولكن مع ذلك النهضة اللي أتت من السجون وجدت نفسها في وقت من الأوقات تتحالف من كان قبل يعني عبارة كأنه عدو لها، فتحالفت معه لماذا؟ هذا سؤال مطروح لمصلحة تونس. كذلك في 2019 سيحاول الذين حقا يريدون مصلحة تونس أن يتحالفوا لمصلحة طيب تونس. طيب. وهذا أنا ما مواطن. يريده الأستاذ، أنا مواطن. وأنا معه في ذلك، ولكن أنا مواطن تونسي مفروض علي في هذه المواعيد الانتخابية أني نروح ننتخب. لا أشاطرك القراءة تماما ونقول هذه التحالفات كيف يمكن أن تكون وتقول عليها أنت في مصلحة تونس ولكنها لم تكن في مصلحتي مباشرة نهائيا.
ما أعطتني منصب عمل هذه التحالفات، ما خلقت لي طرق، ما خلقت لي لواج اللي نقدر نلقاه الصباح في الليل، ما خرقت لي بلاصة تصب شوية نوراني مشرد، يعني وين هذا المصلحة اللي وأنا تونس اللي خرجت عليها هذا المصلحة؟ أنا أقول كلمة أي واحد. تونس من التونسين هما زوج تونسات اللي تحكي عليها أنت واللي نحكي عليها المواطن هذا. أعطي مثالا بسيطا في الآن كما قال الأستاذ فتحي تليلي وكذلك كما قال الناشط بن عثمان، قال وأنا أوافقهم في هذا أن الأحزاب كلها تقريبا تدعو إلى نفس البرنامج، المواطن والفئات المهمشة سنعيد لها حقوقها ولا مركزية وكذا وكذا، كلها تقول نفس الشيء. أصلا الخطاب السياسي راه تسويقي، راه تسويق لسلعة مستقبلية معينة، ولكن درك أنت المواطن اللي تختار تشتري. لا ننسى شيء مهم جدا أنه خرجنا من خلال هذه 8 سنوات بديمقراطية وقانون. لولا ذلك القانون وتلك الديمقراطية ما كانش تونس تقف على رجليها، وما كانش تلك المرور السلس الذي وقع بعد وفاة الباجي رحمه الله لم يكن يمر. لمن يعود هذا الفضل؟ لا ننسى هذا، يعود للمواطن التونسي الواعي الراقي جدا الذي يعرف أن تونس في البداية وفي النهاية هي المآل وهي الهدف. ولكن صح، هي قفزة نوعية راقية جدا في مجال الانتقال الديمقراطي. التأثير المباشر لهذه التحالفات والتحالفات اللي كنت تتكلم عليها أنت ربما خدمت من جهة ما، وإنجاز الدستور لا يمكن أيضا نسيانه، فهو إنجاز عبقري. هذا ما أردت أن أقوله. إذن في ظل هذه الإنجازات يطمح المواطن من إضافة إليها إلى أنها تنعكس قليلا ولو قليلا على مساره الشخصي، على مساره الاقتصادي والاجتماعي. أين ذلك من التحالفات القادمة؟ صحيح، أنا موافقة معك 100% في الكلام هذا، ونحب نقول ودائما نرجع أنا للأساس، حكومة المنظومة اللي باش تمشي على روحها حكومة الشاهد تحمل مسؤولية المعنوية أنا والسياسية معها بتبادل حركة النهضة والنداء، حركة النهضة وإن حزب هم كان حزب هم النهضة هم يعني منظومة. في الحكومة لم يكن علش ممثلاً. علش مثلاً لما تكلم لما تكلم على حياة التونسي اللي أنا اليومية، تعرف أن ثم الاقتصاد عن اقتصاد التونسي وعن الاقتصاد أنا الموازي الإيكونومي انفورميل، يعني تقريباً نص الاقتصاد بتاعنا في الاكونومي انفورميل. لما الاتحاد العام التونسي للشغل اطرح مشروع قانون الاكونومي سوسيال انها اي سوليدار، قانون الاقتصاد الاجتماعي الى حد الان مجلس نواب الشعب ما حبش انها يمروا على التصويت. يعني ثم حلول، امكانيه حلول موجوده، لكن السياسيين لحساباتهم السياسيه ولمنظومتهم الفاشله هما ما خلوش الحلول، لانه يحبوا في التلاعب السياسي. مش ما نديروش جلسه يعني ختام الجلسه محاكمه كان نحاكموا في هذا المنظومه اللي حكمت ومن بعد نحكموا عليها بالاعدام لانها ما قدمتش عليها بالاعدام. حبيت نقول باللي الشعب التونسي هنا هو الوحيد اللي باش يصوت والوحيد اللي باش يعرف، حتى التصويت راه ماهوش اطلاق احكام، راهي عباره على خيارات وبدائل. خيارات وبدائل يعني ليست لا عقوبة ولا تصعيد ونجاح، إنما هي بدائل. اليوم قريت واحد التحليل يتعلق بقراءة في مستقبل الحكومة، قالك والله لو كان يجي تحليل على الوضع السياسي التونسي في جريدة، قال والله لو كان نوصلوا لتشكيل حكومة جديدة من البرلمان الجديد، قال بالك الحكومة هذيك تجي تدحض الكثير من الأفكار والرؤى وأيضا الكليشيات اللي كانت عنا على التصور التونسي والاقتصاد التونسي السابق. قال بالك تجي الحكومة هذه تلقى باللي فعلا تونس ماهيش محتاجة الكثير من المال، قال باللي تونس ماهيش محتاجة وإنما محتاجة إلى البرامج برك. قال جي هذه الحكومة جديدة تكتشف باللي كاين آلاف مجالات التنمية مخبي عليها الحكومة القديمة ولا ما حبتش تفتح ملفاتها. صحيح. قال بلاك تجي الحكومة جديدة تلقى آلاف ملفات الفساد اللي محطوط على جهة وما حبتش تروح، وهي تقدم الاقتصاد التونسي كثير. وش رأيك في القراءة هذه؟
انا الكلام اللي ندخل فيه انا موافق معاه، لانه مثلا البروجي نتاع ليكونومي سوسيال اي سوليدير ما فيش فلوس، ما فيش انفستيسمون جديد، في حوكمه جديده. نعم حوكمة. حتى المقال استعمل هذه الكلمه، قال ربما الحكومه جديده تكتشف بلي الامور ما كانتش معقده وانما كانت تتعلق بسوء حوكمه في الطاقه مثلا، ثم امكانيه خيارات جديده عن الطاقه الشمسيه، طاقة مثلا نتاع التريتمون دي ديشي، يعني ثم إمكانية لخلق مشاريع قوانين جديدة لخلق مواطن عمل، يعني وثم إمكانية أيضا لخلق يعني الشباب التونسي باش يشاركوه في العملية. طيب يعني ثم ديناميك توقع دي أنا ديناميك أنه يولي أي مواطن تونسي يحس إلى الثورة نتاعه، أن الدولة أنها دولته، أنه الديمقراطية نحكي لها هو إيش أنها إيش ترني، وهذاك تخلي إمكانية الدولة التونسية تكون عندها حزام آمن، هو شعبها هو حامي البلاد مهما تكون الأوضاع الاقتصادية والسياسية. مع العلم أن وضعنا الاقتصادي شيء أنا معنا صعيب شوية. جميل يعني خلينا نبقى في هذا القراءة، خلينا نبقى في هذا القراءة التفاؤلية، خلينا نبقى في هذا القراءة التفاؤلية المفعمة، يعني بالإيمان بالمواطن التونسي وقدرته على قلب الأوضاع وقلب الساعة من ما هو الآن إلى ما هو خير. أستاذ محمد، أستاذ الأخضر السلاتي، في رأيك في القراءة هذه هل توافق، هل تشاطر، يعني هل فيه مجال إلى أن الحكومة الجديدة بالرغم من أن توقعنا صعوبة إنشائها وافترضنا أنها أنشئت، هل فيه أمامها فرص للإبداع؟ سأكون صريحا، الحكومة التي ستأتي لابد أن تكون حكومة إنقاذ مصلحة، ليست لها ملفات قديمة قد تأخذ. فهذه إن كانت لدينا حكومة استطعنا أن نوفق في إيجاد حكومة صالحة وتحب تونس وشعب تونس، فالمشكلة هنالك انتهت محسومة. أما إن كانت الحكومة وفاقد شيء لا يعطيه، الحكومة هي في حد ذاتها تتكون من أشخاص بين قوسين، أنا أتكلم في العمومة، من أشخاص فاسدين، فلن نصل إلى هذا. طيب فهي الحكومة التي ستحدد. شكرا جزيلا لك الأستاذ الأخضر الأسلاتي، الشاعر والمثقف التونسي. شكرا لك الأستاذ فتحي تليلي، المترأس قائمة الاتحاد. انتهى الوقت، مشكور جدا على حضورك معنا. شكرا لك الأستاذ زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب. أشكر أيضا الأستاذ محمد ضياء بن عثمان الذي شاركنا في موعدنا. نتأسف لعدم مشاركة الأستاذ أحمد دونيس الدبلوماسي السابق الذي التزم بأن يكون معنا، وربما كان غيابه بعد أن قال أن جاءه يعني انشغال في اللحظة الأخيرة. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان، وإلى اللقاء.